ان هذا الكنجر ياكل حبوب بريه موجوده في الصحراء، بعد ما يهضمها ينتج عنها غاز الهيدروجين. ما نترك لهم الفرصه، نضغط اول باول بهكذا اسلوب. اعتقد بان الاردن قادر بحط اولمان. تغيير الاتجاه الكره الى الجهه، يا سلام يا سلام، توقيت مثالي، انقضاض في توقيت مثالي في اللقطه الماضيه، ينجح من خلاله لاعب المنتخب الاردني محمد الدميري بان يلعب الاسترالي. دخول قوي في اللقطه، معالجه الامور من اللاعب الخطير جدا، لاعب يدخل لاول مره مع المنتخب الاوزبكستاني بتشكيلته الاساسيه. اولوفيك باكايف لاعب يظهر امامك، ولكن برافو للتغذيه من محمد الدميري لاعب الوحدات في التشكيله الاساسيه، وهو الان يلعب في التشكيله الاساسيه. واللاعب الكبير، اللاعب الكبير ماكسيم ورؤيا وتطلعات بالفعل لهذا الدور على هدية من الجهه اليسرى، استلام محمد الدميري على اساس يبدا الان شن هجوم على المنتخب الاردني، ولكن بالنقل في الجهه اليمنى للاعب الخطير جدا هذا اللاعب اللي اثبت نفسه بالفعل وقاعد يقدم نفسه وبقوه سينجر تورسانو. تصل الان الكره بعد ذلك الى ضربه ركنيه للمنتخب الاوزبكي. محمد الدميري في الجهه اليسرى يبحث عن واحد من الاصدقاء، يمرر الكره للامام، كنترول سينجر لاعب خطير جدا ولكن الى خارج ارضيه الملعب. برافو في التغطيه من سليمان السلمان. لاحظ معي سينجر تورسانوف كان يحاول في اللقطه الماضيه، لكن هدفين للمنتخب الاوزبكستاني. اربعه وصل الى دور ربع النهائي، ولدينا المنتخب الاوزبكستاني ايضا قدم مناسبتين كانت في عام 2004 في الصين قبل ان يخرجوا على شوكه مولاد زانوف. يمرر الكره لكن الكره تتخلص بعد ذلك عند القائد الان بشار بن ياسين، الى بشار مره اخرى. وانه سيقدم نفسه ويظهر بشكل ممتاز في ظل الان الى جيباروف من جهه اليمنى. تغيير كلي للعب لكن ايضا تغطيه ممتازه من هجوميه الاسماء حتى لا تعلق الامر بيونس محمود واليمين. وليد سالم بنزعه هجوميه والتدخل من محمد الدميري في الوقت المناسب في ربع ساعة لعب منذ بداية المباراة في أجمل الأوقات. العراق والأردن، الكرة من حسام إبراهيم لأحمد ياسين والمخالفة واضحة لمحمد الدميري. الحكم الصيني تان آي يعطي هذه المخالفة. قلنا مشاهدينا الكرام المناسبة، نرجع لتشكيلة المنتخب العراقي. حراسة المرمى للنور صبري، على الدفاع في اليمين وليد سالم، على اليسار المنتخب الأردني محمد الدميري. حاول أن يتم الكرة حسن عبد الفتاح في القائم الثاني، وكرة خطيرة وعبد الفتاح. النور منارة الدفاع للمنتخب العراقي، شوف الكرة وات الصورة، إمكانية الفتحة وكرة أسد العارين في الدفاع العراقي. القتالية يا عزيزي مشاهد الجزيرة الرياضية الكريم، في وأن لا تكون مباراة هذا المساء استثناء للتاريخ الذي يقول ذلك. هذه لعبة أردنية خطيرة خطيرة جدا، وهي الأخطر للأردن في المباراة، الأخطر للأردن في المباراة من جانب اللاعب الأردني المتقدم في الكرة الماضية. كرة خطيرة جدا، خطيرة جدا كانت الكرة الماضية من جانب العماني ومن جانب الأردني، والكرة الماضية تبعد الآن، هي الطرف الأخطر على مرمى المنتخب العماني، عالية للأمام عدي الصيفي بالرأسولية هذه المباراة 17، وكونه مدافع لم يمنع ذلك من عند التعادل. خطيرة خطيرة الكرة الماضية، لكن تبعد بطريقة ممتازة من محمد الدميري. الموضوع يعني مباراتين في 4 أيام، منهم سفر طويل من جانب السيد عدنان حمد ومن جانب المدرب الفرنسي بول لوغوي.
تطالب بخطأ داخل منطقة الجزاء للأردني الدولي أحمد هايل. أردنية جميلة، نعم، النيجيري الكبير طبعا اللاعب كانو جميلة من للأمام ولا زالت خطيرة، ولكن والفرصة الثمينة جدا جدا للبحرين. لم رأفت علي الإسناد من الدميري، الدميري بهي كرة أرضية رأسية وهدف كان لصالح فريق الوشاهد. الكرة ولا أحلى ولا أجمل ولا أروع على القائم الأول، عرضية بداية مثيرة لكلاسيكو كرة القدم الأردنية. خليل بن عطية الآن أسحج، خليل بن عطية مع الدميري ومتابعة محمد جمال وكذلك أحمد الياس، وشايفين أيضا دلقم يريد الإمساك بالمباراة منذ البداية الشوط الأول، بينما سجل تسعة. أن هذا الكنجر يأكل حبوب برية موجودة في الصحراء، بعد ما يهضمها ينتج عنها غاز الهيدروجين. ما نترك لهم الفرصة، نضغط أول بأول بهكذا أسلوب. أعتقد بأن الأردن قادر بحمد هولمان. تغيير لاتجاه الكرة إلى الجهة، يا سلام يا سلام، توقيت مثالي، انتظار في توقيت مثالي في اللقطة الماضية، ينجح من خلاله لاعب المنتخب الأردني محمد الدميري بأن يضرب الأسترالي. دخول قوي في اللقطة، حالة الأمور من اللاعب الخطير جدا، لاعب يدخل لأول مرة مع المنتخب الأوزبكستاني بتشكيلة الأساسية. أولوك هيك باكايب لاعب يظهر أمامك، ولكن برافو للتغذية من محمد الضميري لاعب الوحدات في التشكيلة الأساسية، وهو الآن يلعب في التشكيلة الأساسية. واللاعب الكبير، اللاعب الكبير ماكسيم ورؤيا وما تطلعات بالفعل لهذا الدور على هجمة من الجهة اليسرى، استلام محمد الضميري على اساس يبدا الان بشن هجوم على المنتخب الاردني، ولكن بالنقص في الجهه اليمنى للاعب الخطير جدا هذا اللاعب اللي اثبت نفسه بالفعل وقاعد يقدم نفسه وبقوه سينكر تورسانوف. تصل الان الكره بعد ذلك الى ضربه ركنيه للمنتخب الاوزبكي. محمد الضميري في الجهه اليسرى يبحث عن واحد من الاصدقاء، يمال الكره للامام كنترول سينكر لاعب خطير خارج أرضية الملعب. برافو في التغطية من سليمان السلمان. لاحظ معي سينجر تورسانوف كان يحاول في اللقطة الماضية، لكن هدفين في المنتخب الأوزبكستاني. أربعة وصل إلى دور ربع النهائي، ولدينا المنتخب الأوزبكستاني أيضا قدم مناسبتين كانت في عام 2004 في الصين قبل أن يخرجوا على شوكة مولاتزانوف. يمر الكرة، لكن الكرة تتخلص بعد ذلك عند القائد الآن بشار بن ياسين، إلى بشار مرة أخرى. وأنه سيقدم نفسه ويظهر بشكل ممتاز في ظل الآن إلى جيبارو من جهة اليمنى، تغيير كلي للعب، لكن أيضا تغطية ممتازة هجومية الأسماء حتى لا تعلق الأمر بيونس محمود واليمين. وليد سالم بنزعة هجومية والتدخل من محمد الدميري في الوقت المناسب في ربع ساعة لعب منذ بداية المباراة في أجمل الأوقات العراق والأردن. الكرة من حسام إبراهيم لأحمد ياسين، ولا مخالفة واضحة لمحمد الدميري. الحكم الصيني تان آي يعطي هذه المخالفة. قلنا مشاهدينا الكرام المناسبة، نرجع لتشكيلة المنتخب العراقي. حراسة المرمى للنور صابري، على الدفاع في اليمين وليد سالم، على اليسار المنتخب الأردني محمد الدميري. حاول أن يتم الكرة حسن عبد الفتاح في القائم الثاني، وكرة خطيرة وعبد الفتاح النور منارة الدفاع للمنتخب العراقي. شوف الكرة وات الصورة، إمكانية الفتحة وكرة أسد العارين في الدفاع العراقي. القتالية يا عزيزي مشاهد الجزيرة الرياضية الكريم، في وأن لا تكون مباراة هذا المساء استثناء للتاريخ الذي يقول ذلك. هذه لعبة أردنية خطيرة خطيرة جدا، وهي الأخطر للأردن في المباراة.
الأخطر للأردن في المباراة من جانب اللاعب الأردني المتقدم في الكرة الماضية. كرة خطيرة جدا، خطيرة جدا كانت الكرة الماضية من جانب العماني ومن جانب الأردني، والكرة الماضية تبعد الآن، هي الطرف الأخطر على مرمى المنتخب العماني، عالية للأمام. عدي الصيفي بالرأسولية هذه المباراة 17، وكونه مدافع لم يمنع ذلك من عند التعادل. خطيرة خطيرة الكرة الماضية، لكن تبعد تبعد بطريقة ممتازة من محمد الدميري. الموضوع يعني مباراتين في 4 أيام، منهم سفر طويل من جانب السيد عدنان حمد ومن جانب المدرب الفرنسي بول لوغوي. تطالب بخطأ داخل منطقة الجزاء للأردني الدولي أحمد هايل، أردنية جميلة. نعم النيجيري الكبير طبعا اللاعب كانو، جميلة من للأمام ولا زالت خطيرة، ولكن والفرصة الثمينة جدا جدا للبحرين. لم رافت علي الإسناد من الدميري، الدميري بهي كرة عرضية رأسية وهدف أول كان لصالح فريق الوشاهد. كرة ولا أحلى ولا أجمل ولا أروع على القائم الأول، عرضية بداية مثيرة لكلاسيكو كرة القدم الأردنية. خليل بن عطية لانس حجه، خليل بن عطية مع الدميري ومتابعة محمد جمال وكذلك أحمد الياس، وشايفين أيضا دلقم يريد الإمساك بالمباراة منذ البداية الشوط الأول، بينما سجل 9